يعني تحفظ أجزاء كبيرة من القرآن إن لم تكن تحفظ القرآن ومطلع وقارئ في السنة والسيرة النبوية كإحساس، وإن كنت ما تذكر كثير بيورطني زين، هل أنت تحفظ ولا ما تحفظ؟ لا والله ما أحفظ. ما تحفظ جايبها كذا عامية؟ لا والله ما أحفظ، لكنها جاية عامية. نعم عامية مربوطة مواقف معينة. أكيد أنت تعيش في ذا الحياة أساس تستفيد من تجاربك اللي تمر عليك في كل منحنيات حياتك من صغرك إلين ما توفاك الله على خير. إيه إيه، فكلها يعني تكون مطلع عليها سامع. يعني لا مانع أغلب الناس إذا جيت ولا فتحت بثوث ولا شيء أنت إيش تقرأ إيش تقرأ؟ والله ماني بقرأ. أنا إذا جيت أقرأ سبحان الله جيني النوم. مستمع مستمع، أنا أحب أفتح المقاطع الطويلة وأستمع يعني. إيه وتلخصها في دقيقة دقيقتين. ألخصها في دقيقة دقيقتين يصير فيها فائدة، لكن أهم حاجة وهذا يعني نصيحة لي ولإخواني ولأي حد يسمعني، أي شيء تسويه في ذا الحياة أخلص نيته لله. إيه. وترك الباقي على الله، كيف بتلقى طريقك؟ كيف الله بيهيئ لك السبب؟ كيف أنت بتنجح؟ هذه ما هي شغلك ولا من قدرات عقلك. إيه. أنا ما من قدرات عقلي إن كيف يهيئ لي أحداثي المستقبلية حتى لو بعد دقيقة من الآن، هذه من قدرات رب العالمين، لكن أنا أخلص نية لله، يا رب اجعل لي في هذا العمل خير لي عندك ترضى عني به وترضيني حتى لو كان شيء دنيوي عادي. يا الله، أهم حاجة أنك تخلص النية لله. يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. طيب أنت الآن وأنت تتكلم مقاطعك ما شاء الله يعني جميلة جدا وفيها استشعار، أحس استشعار عميق، لأن لما تابعت المقاطع أحس استشعار عميق في المرء مع ربه. يعني دائما تقول الرزق خل توكلك على الله. نعم. لما تتكلم عن الرحمة خل أمرك بالله. نعم. لما تتكلم عن أي شيء خلها بالله. من وين جاك هذا الأمر؟ هل هو تربية؟ هل هو استشعار داخلي وصلت له من قناعة من صدمات الحياة؟ هل وهل وهل أحس في شيء هنا؟ قلبك وين؟ هنا ولا وين؟ قلبي يسار. وش اللي يعني خلى المقاطع تلامس قلوب الناس؟ يعني بلا شك أكيد تجارب. كم عمرك أنت؟ عمري 33. ما شاء الله تبارك الله، للأسف شباب يعني. هي توني شباب يعني. مرت عليك تجارب صقعتك؟ مرت عليك تجارب صقعتني الدنيا. شوف يعني في فترة من الفترات إلى ما قبل المقاطع هذه كنت ألهث وراء الدنيا مباركة. إيه. ألهث وراء الدنيا إلين اكتشفت إن الدنيا ما هي بيدي أساس. الله. حنا جميعا ما حنا إلا أجساد الله اللي يسيرنا، حتى لو اعتقدنا إن نملك أمور أنفسنا. إيه. وأمور منهم حولنا، حنا أجساد الله اللي يسيرك وين تروح وين تجي. فاختصر على نفسك الطريق واطلب الشيء اللي تبغاه بدري من الله سبحانه وتعالى. لا تقول أنا والله بعتمد على قدراتي ولا ذهني ولا علمي. لا، ابن نوح وهو ابن النبي عليه السلام قال سآوي إلى جبل، ما نفعه الجبل ولا نفعه التفكير ولا نفعه التخطيط اللي خططه لنفسه، صح ولا لا؟ صحيح. بينما أبوه قال له يعني يا بني اركب معنا، أبوه يقول له، أبوه يبي له الخير. إيه؟ يبي يختصر الطريق، تعال من بدري الشيء اللي أنت تبغاه أطلبه من الله سبحانه وتعالى. إيه؟ هو عيه قال له أنا سأوي إلى جبل. سأوي إلى جبل. حنا إذا اعتمدنا على أنفسنا في هذه الحياة بدون ما نتوكل على الله سبحانه وتعالى سوينا مثل ابن نوح. الله. رحنا نأوي إلى جبل، لين تطيح مع الجبل. لين تهوي مع جبل. نعم. طيب اسمح لي على هالسؤال وإن كان في تدخل وفضول، لكن أحيانا يصير فضولي شوي. ربما يقول واحد مثلا ممكن انه حسين ما عليه مثلا اثار الاستقامه والصلاح الظاهري الخارجي، وش الرد؟ لكن كلامه كلام عميق وكلام ربما ما يقولونه بعض مثلا المشايخ وطلبه العلم، وش ممكن الرد على من يقول مثل هالكلام؟ والله شوف، اول حاجه الكلمه هذه يعني يحاول الانسان قدر المستطاع انه ما يخرج خارج سياق الادب مع الله سبحانه وتعالى، لاني انا مخلوق لله وملك لله، ومن بيديه أن يحكم بصلاحي أو فسادي أو جنتي أو ناري هو الله. صحيح. فلا تأخذ دور الله في الأرض، ما عليك من لا تحكم على الظاهر. نعم. إيه. لا تحكم على الظاهر، ما لك علاقة. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما في قلوبنا، ما ينظر إلى أعمالنا ولا ينظر إلى شكلك الظاهري ولا ينظر وين وصلت لحيتك ولا ينظر وين وصل ثوبك ولا هذه، الله اللي سبحانه وتعالى هو المسؤول عنها، صح ولا لا؟ صحيح. واللي دائم يسألني ليش ما تربي اللحية، ما تطلع، لو تطلع ربيتها. ما شاء الله تبارك الله. طيب شكرا لك كنترول، قلت لي شيء ما سمعته. حد عنده سؤال حسين؟
لان حسين جاء على الدقائق الاخيره فانا حشرت اسئله ورا بعض كذا. لا الله يطول اطلع اصحصح من النوم. تو صاحي من النوم حمد عندك سؤال هناك. يا حب حسين الله يحبك ودربين لك حب كبير يا حبيبي الله يا حسين حبيبي. واحلى طرح واحلى من يطلعنا في التيك توك جعلك تسلم. سامي شو يقول؟ والله ما سمعتها. سمعت انك تحبه وعطيته قلب في شيء كملت الحين ما سمعت. اقول احب حسين واحب طرح اسلوبه الجميل. الله يحبك يا رب. انسان مبدع جعلك تسلم. يعطينا باسلوبه صراحه اللي يدخل القلب على طول مو ما يحتاج. صحيح. الله يطول عمرك يا حبيبي. استاهل. شكرا له. استاهل الطيب يا حبيبي. استاهل دغش مقاطع حسين اللي ما شاء الله تبارك الله نالت شهره و ثانيا كلامه واسلوبه والقائه لنا. انا من الناس اللي تاثر والله الذي نفسي بيده ان في مقطع انا شاهدته قبل ما انام اني تاثرت واني قمت وصليت وقرات سوره البقره. ما شاء الله فما شاء الله تبارك الله له تاثيره وله قبوله سبحان اللي قبله. الله يقبلك الله يقبلكم ويحبكم جميع. وش يعني 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 ممكن تقرب مني انا كل ما قربت ما بعد انا ابغى اقعد يا ولد بس انتم اعطونا اعطونا كراسي يا شباب هذه مشكلة السمان. طيب تسلم. انا ابي عاطف حسين انا تاخر فباكر فهو واقف لكن هو ما نقدر اقول له شيء. اعطونا اعطونا كراسي ثانيه. لا والله تجلس خلاص انا خلصت. سريع سريع لا رح ناكل احنا هناك هذاك الاريح. لا لا تعال جنب تعال نضيفنا نضيفنا اليوم بكره خلاص مع الشباب تكون. اعطونا كرسي هنا. الله يبيض وجهك. كم باقي وقت يا كنترول؟ كم باقي وقت؟ اسمحوا لي بس علشان عندنا تدشين. طيب عندنا تدشين. يلا دقيقتين دقيقتين بنروح ندشن ان شاء الله. المعرض الخاص مع فيصل عبدري لجمعيه عروه الخيريه. فيصل تقول عندك سؤال لحسين. انا اقول ما شاء الله تبارك الله، الله يكتب لك القبول دائما. امين وياك يا حبيبي. جزاك خير. وانا والله من الناس اشوفهم مقاطعك وسعدوا فيك. تسلم يا حبيبي. ابو اسال حسين. في الناس ما شاء الله تبارك الله اللي ربي يكتب لهم التوفيق احيانا يكون بينه دعوه تكلم مش الخبير، الخبير دي مع الله سبحانه وتعالى. فهل في دعوه حسين دائما حريص عليها ينصح الناس فيها؟ يا سلام. والله شوف هذا يقول ادعي لك وهذا يقول ادعي لك وهذا يقول ادعي لك. قبل الله اقول دعوتي هذه دعوه ابوي لي قبل الله يموت جعله في جنات النعيم. امين يا رب العالمين. يمكن هذا اكبر شيء خلاني اتغير وتغيرت نظرتي للحياه. يعني اكثر شيء اعطاني القناعه الكامله هذه اكتشفت اني في دوشه طويله يعني اختصار للكلام. فهو ما هي دعوه معينه، الله سبحانه وتعالى يعني يهتم لصدقك اكثر من انت كم تحفظ من مفردات. يعني ممكن انت ما تحفظ الا سوره الفاتحه لكن في صدق قلبك انك احسن من ألف عابد وزاهد. يا الله صحيح. فانت استحضر الصدق في الدعوه لو ما تقول يا رب بس تكفي العالم. اهم حاجه انك تكون صادق فيها. الله حاضر القلب. نعم نعم هذا هو هذا هذا الاهم من نوع الدعوه. جميل يا اخي انت جميل جعلك تسلم. والله جميل. انا كنت اتامل وانا جاي في الطريق اقول حسين هل على الهواء مباشره سيبدع كابداعه في المقاطع؟ وجاء في ذهني ممكن المقطع يعيده مره مرتين ثلاث مرات. انا استنتجت الان ان الرجل ما شاء الله تبارك الله حاضر الذهن والقلب. جعل والدك الجنه يا حبيبي. الله يحفظك يا رب ويطول عمرك. شكرا شكرا. ما نقطع عنقك ولا نزكي على الله احد لكن هذه امانه لانه امثالك ممن يطرحون فقر اسمه زد خيرك صح؟ فهو اليوم جالس يزيد من الخير لنفسه الله يزيدنا وياكم الخير يا رب. الله يجزاكم. سلطان عندك سؤال؟ انا شفت في المقاطع يا حسين ما شاء الله يعني تثرينا بمعلومات وفيك حكس فكاهه يعني ما شاء الله رهيب ولكن انت قاري يعني تحب تقرا؟ لا والله شوف انا احب اسمع يعني الحمد لله مع السوشيال ميديا والتطور اللي احنا فيه خلاص في كتب الان مسموعه مع اني ما اسمع حتى كتب. انا احب اسمع محاضرات شيء للشيوخ والمختصره برضو ترى هي ممتازه جدا. ايه تعطيك الزبد وشيء اي في اشياء ايه مختصره دقيقتين ثلاث دقائق خلاص تعطيك زبد. اي نعم. انت ممكن كلامك مقاطعك ما تنقل مثلا معلومات كبيره لكنك تتحدث بشيء ربما فطري يفكرون فيه الناس لكن ما يعرفون يوصلون له. ايوه فانت اعطيتها من الاخر يعني اربط علاقتك مع الله وتجزئها. نعم اربط علاقتك مع الله وراح تنصدم حتى لو في امر الدنيوي حتى لو في امرك الدنيوي حتى لو في دراستك حتى لو في دراستك احتسب الاجر على الله. انت كونك انسان كل واحد منا الان قاعد يحاول ينجح نفسه فهذا الشيء اللي الله يبغاه منك لكن لا تنجح بعيد عن الله لانك راح تعيش في ظلمه. راح تظلم نفسك وراح تنقهر وتقول ليش واموري وحياتي
ودائما حط في بالك ربط علاقتك مع الله يتعلق بحسن الظن بالله. يا سلام، خليك محسن الظن بالله، لا تقول هذه حظي. يعني اكثر ناس تضيع نفسها في هذه الحياه هم الناس اللي ما يعرفون انه القدر موكل بالمنطق. صحيح. يوسف عليه السلام قال ربي السجن احب الي، صح ولا لا؟ صحيح. نعم، لو انه قال من البدايه شيء ثاني كان الله سبحانه وتعالى ربط قدره بالشيء اللي نطقه. فانت دائما اربط علاقتك مع الله، اربط قلبك مع الله، وخل سقف التوقعات عالي مع الله. لا تقول بنجح بالبرنامج، قول بملك القناه. نعم، هذه شيء بعيد عن الله. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا سألتم الله فسألوا الفردوس الأعلى. طيب نعم. لو أقول لك يعني كثير من الناس أو بعض الناس بالأصح يخافون من الرزق، أنا الآن أبغى مقطع مثل مقاطعك اللي تبثها، تحضير من قلبك من أعماق قلبك، تقول للناس الآن الكاميرا أمامك شيء عن الرزق في دقيقة، لأن في تخوف. اللهم صلي وسلم بارك على سيدنا محمد. شوف، قبل الله تتكلم عن الرزق، أنت إيش مفهومك عن الرزق؟ إيش مفهومنا عن الرزق؟ فلوس، سيارات، املاك. لازم تعرف انت ايش مفهومك عن الرزق قبل لا تقول بروح ادور على الرزق. لان الرزق انواع. اعظم الرزق هو ان الله سبحانه وتعالى يجعلك تذكره في كل وقت وكل حين. ما تمر عليك لحظات اليوم هذه الا صحيفتك سجل فيها شيء لله سبحانه وتعالى بينك وبين الله. المال هذا يجي في اخر شيء. ليه؟ لان المال مهما ملكته مهو بمالك. لو ان المال مالك ما قسم تركه بعد ما تموت. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. فانت غير مفهومك عن الرزق وعلق قلبك بالله. وبقول لكم نصيحه لوجه الله تعالى، اغلب الاشياء اللي تعاني منها الناس الان هي الاشياء اللي تعلقت فيها. تلقى صاحب الحلم يعاني من حلمه، تلقى صاحب الانجاز يعاني من انجازه. ليه؟ لانه معلق قلبه في مكان غلط على شيء غلط. علق قلبك مع الله، يا رب ان كان هذا الشيء فيه خير لي فيسره لي، ما في خير لك لذيك صدرك، لأن الله عنده عوض سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لو رزق أهل الأرض أجمعين منذ أن خلق الخلق إلى يومنا هذا ما نقص ذلك من ملكه شيء. فأنت لا تخاف من رزق ولا تخاف أن في شيء بينقصك، لا، علق قلبك مع الله وبإذن الله أنها راح تزين. ما شاء الله تبارك الله. تحية لحسين. الله يطول عمرك. تحية ما شاء الله تبارك الله على هالرسائل، صراحة ما شبعنا منك حسين. الله يطول عمرك. عاد لكن مره ثانيه ان شاء الله تشرفنا وتنورنا. ان شاء الله ان شاء الله. الله يجزاك الله يعطيك العافيه، يكتب اجرك. هذا من رزق الله، رزقني اذا غشي بلي مويه. سبحان الله.